الألعاب الترفيهية بتعد من أبرز فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية. كريم بيبرز زميلنا رصد لينا آراء الجماهير في المهرجان، خلونا نتابع في التقرير اللي جاي. مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية الحقيقة لسه مستمر في الاختلاف والتنوع، وهو دي الفكرة. الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية قرر ان هو يشارك في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. الحقيقة ان المشاركة دي مختلفة علشان هي متنوعة، في اكتر من لعبة موجودين الحقيقة في المهرجان. يمكن اهم اللعب اللي موجودة دلوقتي الحقيقة هي لعبة شعبية مصرية جدا جدا، لكن هل اللعبة دي بتتلعب زي ما احنا متعودين عليها نلعبها في القهوة؟ الطاولة موجودة معانا وليها بطولات الحقيقة وليها مسابقات، وطبعا كلنا عارفين اللي ممكن يلعب طاولة هيلعب العادة ولا هيلعب المحبوسة ولا هيلعب ايه، لكن مش هتفرق نوع اللعبة على قد ما هي فكرة الاستمتاع باللعبة في اجواء العالمين الجديدة وكمان على الشط. احنا كمان محتاجين نعرف ايه الالعاب الثانيه اللي موجوده. نلعب برضه ما احنا عارفين كده عاده ومحبوسه 31. احنا في الاتحاد هنا معتمدين كل الانواع. الاتحاد الدولي طبعا بيلعب بطوله العاده، بتبقى نوع عاده، واحنا في مصر هنا بنعمل بطولات 31. الدومنه بتتلعب حاجه اسمها عاده زوجي متغير، الفوتبول طبعا معروف، والراكت والكورف بول. الكورف بول دي اللي الحقيقه كانت مفاجاه. شكرا جزيلا دكتور احمد على المعلومات الجميله دي. كمان الحقيقه زي ما كنا بنقول انه الموضوع مش مقتصر فقط على الالعاب اللي متعارف عليها زي الطاوله والدومنه، لكن في العاب شاطئيه كمان كتير. هنروح دلوقتي كمان لجزء مهم جدا جدا وهي فكره الدومنه. يا ترى الدومنه برضو هنا الحقيقه في العالمين الجديده؟ وبنلاحظ كمان حاجه جميله جدا في الموضوع ده، انه هنلاقي اولاد وبنات بيلعبوا. يعني احنا متعودين في القهوه لما نروح بنلاقي الشباب بيلعبوا طاوله بيلعبوا دومنه، لكن هنبص كده مع بعض على اللعبه. يعني الدومنه في بنات قاعدين بيلعبوا، ليها واضح ان هي ليها بطوله خاصه. يعني الحقيقه المختلف كمان انه كل ده في نفس المكان، يعني الناس كلها ممكن تيجي تشارك في ده وتتفرج على ده، فده الحقيقه اللي مميز والجميل جدا جدا. خلينا نروح نتكلم اكتر ونتعرف اكتر عن اللعبه. هنشوف دلوقتي اللعبه نفسها في حد ذاتها بيلعبوها ازاي، زي ما احنا متعرفين عليها ولا لا. يا ترى ايه الجديد فيها؟ يا ترى يوم ايه كمان هي بيلعبوها هنا في اجواء العالمين؟ في البدايه ارحب بحضرتك واتعرف بيك. اهلا وسهلا يا فندم. كابتن محمد عبد الرحمن الدغه، رسام هندسي وبشتغل في الديكور وحكم راكد بالاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه، وايضا الحمد لله انا من وسط المصنفين اللي هيلعبوا النهارده او بيلعبوا النهارده المؤهله لكاس العالم للدومينو وسط 28 لاعب. الحمد لله ربنا اكرمني ان انا اكسب في اول جوله بفارق سكور 64، وربنا يكرمني ان شاء الله واكمل لحد نهايه البطوله باذن الله بكذا راوند، يعني باذن الله يأهلني لكاس. طيب انا بس عايز اتكلم على حاجه مهمه جدا كمان. فكره اصلا الدومنه ليها بطوله دي كانت غريبه على ناس كتير عندنا. يا ترى قوانينها زي ما احنا متعودين عليها في القهوه ولا مختلفه كده؟ ورايك ايه في اجواء العالمين هنا؟ هو بص، هي مختلفه اختلاف كلي عن اللي بتلعب في القهوه. يعني احنا بنلعب تبع النظام الدولي او الاتحاد الدولي او نظام الاتحاد السويسري، تمام، نظام جولات، وبناخد قوانين الاتحاد الدولي وبننفذها عشان نلعب ونطلع باذن الله ونتاهل لكاس العالم. يعني عندنا زي ما احنا متعودين كده عليها امريكاني ولا مش امريكاني؟ لعبنا قبل كده بطوله، اول بطوله لعبناها كانت بطوله مؤهله لكاس العالم برضو، كانت للامريكان، كانت بطوله امريكاني، ولعبناها في الدومينيكان الحمد لله، وفي منا ما شاء الله يعني فيها تشابه برضو من اللي احنا عارفينه. الامريكاني في تشابه. طب رايك ايه فكره اللي احنا موجودين في العالمين الجديده والاجواء هنا؟ لا فكره جميله جدا ممتازه. اولا ده تشجيع للسياحه وتنشيط للسياحه. تاني حاجه بننشر اللعبه بدل ما تكون في القهاوي بس، لا تكون في المراكز والنوادي ويبقى عليها جذب جامد قوي عشان نلعب بطولات عالميه ان شاء الله ودوليه، وربنا يكرمنا ان شاء الله جميعا. شكرا جزيلا يا فندم نورتنا. وزي ما شفنا كده ده جزء بسيط من الفعاليات الترفيهيه اللي موجوده، لكن لسه في العاب فيها حماس اكتر، فيها العاب فيها منافسه اكتر، في حاجات اكتر شاطئيه على البحر. هنروح دلوقتي نتعرف عليها ونشوفها مع بعض، يلا بينا. فهمنا كده ايه لعبه الكورف بول دي، اول مره نشوفها واول مره تلعب في العالمين كمان. دخلت مصر ازاي وايه هي اللعبه وقوانينها يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ابتدينا في الاتحاد المصري لعبه الكورف بول من سنه 2022،
الحمد لله بعد 6 شهور من بداية النشاط في مصر قدرنا نحصل على عضوية الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي الحمد لله. وعندنا إن شاء الله البطولة دي بتتعمل عشان نختار أول منتخب لمصر إن شاء الله مشارك في بطولة دولية في هولندا شهر 10. لعبة الكورف بول هي ميكس ما بين الباسكت والهاند، بس زي ما احنا شايفين هي قريبه قوي من الباسكت بس ما فيهاش دريبل زي ما انت شايف كده، بتعتبر عن جيف اند جو باس، وهي اول لعبه في مصر ميكس جندر، يعني الاولاد والبنات بيلعبوا مع بعض. هي لعبه هولنديه الاصل، تمام، في حوالي 76 دوله حوالين العالم بيلعبوها. طب كابتن ايه رايك فكره ان هي بتتلعب هنا في العالمين الجديده وعلى الشط كمان؟ هل هي العادي ان هي على الشط ولا دي حاجه مختلفه؟ لا، هو في نوع من انواع الكورف بول شاطئي، تمام، ودي حاجه طبعا جميله جدا، اتاح لنا يعني الفرصه ان احنا نتشرف طبعا نكون في مهرجان العالمين السنه دي، وان شاء الله تتكرر السنين الجايه ويبقى عندنا ان شاء الله دايما بطوله رسميه كمان كل سنه باذن الله موجوده. شكرا ليك جدا يا كابتن. لكن كمان جزء مهم جدا هي اللعيبه، يا ترى اخترت اللعبه دي ليه وبتلعبها من امتى؟ الاول اتعرف بيك. اسمي عمر الزناري. ازيك يا عمر؟ اهلا حضرتك عمر. قول لي كده، انت ايه اللي خلاك تختار اللعبه دي اصلا وعرفتها منين؟ هي عرفتها من صاحبي كان بيلعبها اسمه فارس هنيم. ده هنا في مصر؟ هنا هو كان بيلعبها، وبعد كده لقيته بدا لعبه جديده في مصر، فانا قلت ايه اخش اجرب ممكن الاقيها كويسه ومش عارف ايه، فجربتها لقيتها كويسه وادينا بنلعب بطولات. مجهودها عامل ايه؟ يعني المجهود بتاع اللعبه دي، هل هي زي اللعب الثانيه؟ بتتمرن لها ازاي؟ بتتمرن لها قد ايه؟ يعني هي بصراحه الفيتنس بتاعها اصعب من رياضات كتير، عشان المفروض بتبقى ديفنس اوفنس نفس الوقت، خصوصا لو اربعه، في بتبقى بطولات اربعه اللي هي زي الشاطئيه، لكن على الملاعب العاديه بتبقى 8، بتبقى اربعه هنا واربعه هنا، دي بتبقاش متعبه اكتر، بس زي الشاطئيه اللي هنا دي بصراحه دي متعبه. انت احساسك ايه وانت بتلعب هنا في العالمين الجديده ومع زمايلك وعلى البحر مباشره؟ شايف الموضوع عامل ازاي؟ والله يعني الموضوع حلو وموضوع جديد، فهي تجربة الصراحة لذيذة ان احنا نلعب على البحر ونغير جو. الاجواء بجد حلوة قوي، والبطولة لذيذة على الشط وكده، تجربة جديدة يعني احسن من الملاعب وكده، ان تجربة لذيذة، والعالمين اجواء لذيذة والتنظيم كويس قوي. الاتحاد المصري للالعاب الترفيهية النهارده عامل ايفنت ومهرجان جميل جدا. هذا الاتحاد بيتضمن اكثر من نشاط ولعبه، حوالي 8 العاب. النهارده مشارك تقريبا ب4 أو 6 العاب من الانشطه بتاعته، الطاوله والدومينو والكورف بول والفوت فولي ولعبه الراكت. ولعبه الراكت بحكم ان انا عضو لجنه الراكت فانا مشارك ب3 فرق في هذه البطوله النهارده. بالنسبه للراكت في 16 فريق على منافسه النهارده. ميزه لعبه الراكت ان اللعيبه اللي بيلعبوا مع بعض الراجل والسيده اللي قصاده الاثنين فريق واحد، كره الراكت الوحيده اللي بيبقى الكره دايركت منها للاعب اللي قصاده. اما الالعاب المضرب الاخرى الكره لازم تصطدم بحاجه، سواء التنس الارضي بالارض او السكواش بالزجاج، حتى البادل اللي نزل اخيرا لازم الكره تصطدم بحاجه الاول تروح اللعب. الا الراكت الكره دايركت اصلا، فبناء عليها قانون لعبه الراكت انشا على هذا الاساس، ان لعبه الراكت القانون فيها جمالي، كل الفريق ما يمتلك مهارات لعبه الراكت اكتر كل ما حاز على نقاط اكتر، زي البليل الايقاعي كده، كل مهاره بتؤدى ليها بوينت. احنا فريق راكت المصري بقياده كابتن محمد مندور، احنا النهارده مستمتعين جدا بالاجواء وبالتنظيم وفي البطوله النهارده، وان شاء الله نتمنى ان احنا نحقق مراكز باذن الله ونفوز النهارده ونظهر بمظهر مشرف ان شاء الله. وده كان جزء من الألعاب الترفيهية الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، لكن أكيد لسه هنكمل مع بعض ونشوف إيه باقي الفعاليات على مدار المهرجان. دي كانت يعني تغطيه كريم ديفرز للفعاليات اللي بتحصل في العالمين، الفعاليات الرياضيه بوجه التحديد، واللي لقيت استحسان كبير من مرتادي المهرجان واللي مبسوطين قوي بالالعاب الشاطئيه.